عشان نعمل سيرش صغيرة كده جميلة. عايز اشوف لها مكان اعمله فيها، ممكن في الليست اوف بوكس، ممكن نعمله هناك ليست اوف بوكس. يعني الليست اوف بوكس دي موجودة في الاندكس بتاع الادمن، صح؟ موجودة هنا. فممكن نقول له والله انا المرة دي هعملها HTML، هعملها HTML خالص. هقول له انا عندي فورم، الفورم دي ليها اكشن، احنا عارفين يعني اكشن، والاكشن ده بالنسبة لنا هنسميه سيرش، وليها ميثود، والميثود دي هتبقى بوست، صح؟ وادي سلاش فورم. محتاج الفورم والليله دي كلها احطها جوه الديزاين وليكن، عشان ما تتبعترش مني في التنسيق يعني. وجيت قلت له بص، جوه الفورم دي انا محتاج تكست بوكس انبوت التايب بتاعه تكست، مش تليفون، لا تكست، ايه تاني مثلا محتاج ان انا اقول له بليس هولدر مثلا، كلمة سيرش فور برودكت، اي دي اهم حاجة طبعا. ماشي، اللي هي ايه؟ لا الاي دي بقى نسميه سيرش فاليو قيمة البحث، صح؟ وانبوت بقى لمين؟ للتايب بتاعه يكون سبميت، وهكتب عليه كلمة سيرش طبعا من غير تنسيق خالص، فيطلع شكلها اخي مش مهم، هننسق شكلها خلاص. دي سيرش فور برودكتس اهي، وادي زرار مين سيرش. ممكن نحسن الوضع حبتين. نعمل ايه؟ نقول اولا انا عايز دول ممكن يجوا على اليمين. ممكن كنا نعملها ازاي؟ اولا الفورم بتاعتنا لو تفتكروا كنا بنديها، احنا ممكن نقول له ده كلاس ياخد تكست رايت، عشان كل الدفايه كلها على بعضها تروح لناحيه الايه؟ ناحيه اليمين العرض. ايوه ده الشكل الطبيعي بتاعها، صح؟ كنا بنظبط الحاجه اللي بنظبطها، عشان مفيش كنترولز، كنا بنظبطها في الايديت. فين صفحه الايديت كنا عاملينها؟ ايوه كنا عاملين ايه؟ دفايه خلاص للفورم جروب، صح؟ وكل كنترول كنا بنسميه فورم ايه؟ فورم كنترول، فورم جروب وفورم كنترول. فانا عايز نفس الشكل يطلع معايا في الاندكس، فهقول له مسافة، لا مش كلاس بقى تاني بقى خلاص، احنا ايه؟ نفس المكان فورم جروب، وعايزين ده نديله كلاس ايه؟ كلاس فورم كنترول، وندي برضو للزرار، الزرار كنا بنديله شكل تاني مش فاكر، البطن كنا بنديله ايه؟ بطن عادي، صح؟
بطن عادي بس يعني مجرد لازم بتاع البرايمري مثلا وليكن يعني، او بتاع اي حاجة يعني زي ما احنا عايزين. الاندكس بس ممكن يكون نختاره مش برايمري، نختاره معرفش شكله يطلع ايه بس يعني شغال. تكست بوكس عشان فورم كنترول، فخد نفسه ايه فورم كنترول بقى، فوسع على الاخر زي اي فورم كنترول بيطلع يعني. معرفش ده عجبنا ولا لا، بس يمكن تكون مش قوي صح. فممكن نقول والله بص حط الفورم كنترول دي على الفورم ذات نفسها كده، عشان يبقى الزرار معايا يعني، عشان يبقى الزرار ايه معايا. ايه ده عملها كده لوحديها او الزرار لوحديها يعني، اعتبر الفورم عمل لها شكل الزرار، شكل التكست بوكس. الفورم ذات نفسها عمل لها شكل التكست بوكس، فكده عمل دول جنب بعض. طبعا شكلها بقى تخين، مش حلو مش حلو. نضطر نحطها مع مين؟ مع الزرار، مع ال ماشي. كان فيه في الايديت مثلا كفاية. ده الشكل ايه؟ عايزين تقللوا الحجم بتاعه؟ ايه؟ مش فاكر كان اسمها ايه؟ مش فاكر كان اسمها ايه؟ بس انا مش جاي في دماغي. ماشي يعني مش مشكلة، نظبطها يعني براحتك يعني. كان ممكن نعمل سيمي كولون كده ونقول له مثلا الويدث مثلا هذا كلاس، احنا مش عايزين كلاس. ممكن ستايل واقول له ان الويدث بتاعنا يساوي 200 بيكسل مثلا. بالشكل ده بس فقط طبعا الشغل بتاعه يعني صح؟ دي؟ اه صح، ممكن دي تديك ديزاين كويس. بس رماها برضه شمال، نديها احنا يمين. تكست رايت ها ترو، او هي من غير ترو هي كلاس. عمل ايه؟ بص قلب الكلام اللي جوه في البتاع دوت يمين، لكن ما رضاش يقلبها هي ذات نفسها يمين. قلت له طيب ماشي، ممكن ناخد الفورم ذات نفسها نديها كلاس، هي فيها كلاس صح؟ واخد رايت اهو الراجل يعني، هعمل له رايت اكتر من كده ايه تاني؟ هو بيحاول بليس هولدر فقط، وانا قايل له اصلا ان هو التكست كله. ما علينا عشان بس ما نطولش فيها، مش مشكلة. احنا عندنا حل من الاتنين، يا اما نشيل ان هي فورم كنترول فتاخد حجم طبيعي كده جوه هنا اهو زي كده، تالي كده معقول ماشي. طيب هيكتب حاجة وهيدوس على سيرش، هيبعته لمين؟ للسيرش. يبقى انا عايز ميثود اسمها سيرش جوه الادمن مين؟ كنترولر صح؟ نوعها ايه؟ نفس ال HTTP بوست، لان العرض اصلا موجود صح؟ اكشن ريزرت، بس دي اسمها سيرش. بتاخد مني هنا مين؟ القيمة اللي بحث فيها اللي هي دي، اللي احنا اصلا كنا مسمينها ايه؟ سيرش فاليو صح؟ احنا مسمينها سيرش فاليو، بياخد مني هنا السيرش فاليو.
وادي فتحة الايه الميثود. اوعى علينا ولا ايه؟ وادي قفلة الميثود. الميثود دي يا شباب زيها بالظبط زي اللي هي كانت بتعمل ليست. هي اللي كانت بتطلع ليست. يعني لو رجعنا كده فوق هي كانت بتعمل ليست اهي صح؟ بس هي كانت بتحذف الايه؟ كانت بتحذفه كله. كانت بتحذف كله على بعض. هنا كانت بتعمل فيرست اور ديفولت وكانت بتدور على اول واحد بس. كانت بتدور على اول واحد بس. احنا عملنا دي عملناها. انا بس عايز اثبت لك ان احنا عملناها لان حاول تجمع من الافكار اللي انت اخذتها. لك عمر ما نقدر نعمل كل حاجه فكره بتقف في دماغك. لو رحنا واحنا بنعرض الليسته العاديه اللي بره اللي في البوكس اللي هي في الـ في الـ في الكنترولر اللي اسمه بوك كنترولر. تعال بص كده كنا عاملين ايه. بص كنا عاملين سيبك من بوك ليست فيو والبيجنج انفو. كنا عاملين موديل وجايبين من جواه البوكس وعاملين ريبوزيتوري وهات وير ان الكذا بتساوي كذا او ان الكذا بتساوي كذا واوردرهم لي كده وسكيب ايه وتيك ايه وكلام زي كده. خلي بالك ايه دي القضيه. هل في حاجه ثانيه ولا دي بس؟ مفيش حاجه ثانيه. ماشي. يبقى القضيه كلها ان انا اقدر العب في الايه؟ في الشروط اللي موجوده عندي زي ما انا عايز. انا مش عايز سكيب ولا عايز تيك. لكن ممكن العب في كل لعب في الوير. وير ان البوك تايتل يكون بيساوي كذا او الديسكريبشن يكون هو اللي بيساوي كذا. يعني الراجل بيبحث بكلمه مثلا كذا فالكلمه دي جت في الديسكريبشن هاتها جت في التايتل هاتها جت في السبيشاليزيشن هاتها بس ده او ده او ده او ده صح؟ طيب اعمل انا ايه؟ نعم؟ مثلا لايك الى اخره. فانا هاجي قايل له ايه؟ احنا كنا في الادمن كنترولر وعايزين نبرمج مين 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 السيرش. احنا كنا عاملين في ريبريزاتري عندنا دوت بوكس صح؟ قلت له ماشي. هيرترن ليا بار بوكس. احنا كنا بنريترن واز ايه؟ في الليست. مش عايز اللي هي الايديت، انا عايز اللي هي الليست. فين هي الليست؟ ليري ريزاتري دوت بوكس صح. كنا اللي بعتها ايه؟ اي نمريبل اوف بوك. اي نمريبل اوف ايه؟ البوك. وانا برضو هنا النتيجه اللي هترجع لي هي عباره عن ايه؟ ممكن احددها اللي هي عباره عن اي نمريبل اوف ايه؟ اوف بوك. سميتها بوكس اللي بتساوي سيرش انا اعمله شبه ده خلاص. وفي الاخر هريترن ليك زي ما عملت هنا ريتيرن على الفيو دوت البوكس ديت على الفيو اللي اسمه اندكس. هعمل نفس الايه؟ نفس الكلام. مش هري دايركت. انا محتاج انادي ريتيرن فيو. انا مش اكشن ريزلت. انا ايه؟ انا فيو ريزلت. ولما اجي ابعت لك هبعت لك مش ريبريزاتري دوت بوكس، لا هبعت لك مين؟ ها البوكس اللي طلعت لي من النتيجه بتاعت السيرش اللي انا عملته. بعد ما النتيجه دي اتجمعت وطلعت لي هنا رميت لي شويه بيانات هترمي لك هنا على الفيو وهبعتها لك على مين؟ لا المفروض ابعتها له على الاندكس عشان يفهم ان لازم اروح على مين؟ على الاندكس. فانا محتار ان انا اقول له الموديل وبعد الموديل ايه؟ الفيو وبعدين ابعت له الموديل. فهقول له روح على الاندكس كوما واحذف مين؟ الموديل بتاعي اللي هو عباره عن مجموعه بوكس، مجموعه من الايه؟ من البوكس. ولو رحت على الاندكس اصلا هتلاقيها هي بتاخد فعلا اي اي نمبريبل بوكس صح؟ ده المفترض. لو رحنا على الاندكس هتاخد ايه؟ اي نمبريبل اوف بوك صح؟ فانا بعت لها القيمه اللي هي محتاجاها. فاضل ان انا اعمل الايه؟ السيرش بتاعي. رحت على الريبريزاتري اللي هو بتاع الداتا بيز توب بوكس دوت وير ان كل بوك التخصص لا يكون في البوك دوت ديسكريبشن يكون ايكوال سلايك. عندنا في السي شارب ليها معنى اخر.
عندنا كذا معنى اللايك. ايه هو عملها ازاي يعني؟ قال لك البي دوت ديسكريبشن مش ده سترينج صح؟ ما جابش دوت دوت كونتينز او اي حاجه. طب اس كيو ال ميثودز دوت برضه ما جابش ايه؟ مش شايف اس كيو ال ميثودز. مفيش يوزنج خالص جاي. نكتبها احنا بدل لامدا اكسبريشن نحاول نكتبها لاين يكون مباشره سواء دي الاول عشان ما تكتبش مننا. اقول له فروم سي مش دي بي بقى هيبقى عندنا اسمها ايه؟ اسمها كونتكست. اسف ريبوزيتري اسف اسف ريبوزيتري دوت ها كوكس سميتها انا بي زي اللي تحت بالظبط بس دي الشكل البديل يعني. قلت اول ريبوزيتري بوكس دوت وير والبي دخلت كوما على البي صح؟ لكن قلت ايه بي وير ان البي دوت ديسكريبشن دوت لايك موجوده مش موجوده. لكن في بقى عندنا بقى اندكس اوف وعندنا كونتينز وعندنا فايند وعندنا حاجات تانية كتير ممكن نقدر نلعب بيها. اقول له مثلا خلينا شغالين في مين؟ في كونتينز. تقول له الديسكريبشن يكون كونتينز الايه؟ السيرش فاليو اللي اتبعتت صح ولا ايه؟ يحتوي على السيرش فاليو اللي اتبعتت او نفس الكلام بالظبط بس مش على الديسكريبشن على مين؟ على التايتل مثلا صح ولا ايه؟ محدش معايا. او البوك دوت تايتل يكون كونتينز السيرش او السبيشاليزيشن صح؟ او السبيشاليزيشن يكون هو اللي كونتين السيرش. يبقى الكلمه اللي هيبحث عنها اليوزر جت في الديسكريبشن جت في التايتل جت في السبيشاليزيشن انا هعرضها وهسلكت. ممكن اقول بوك كده البي يبقى كل الحقول على سن ايه؟ احنا دلعنا الريبوزيتري دوت بوكس دلعنا الريبوزيتري دوت بوكس سميناها ايه؟ بي. وقلنا وير البي دوت ديسكريبشن كونتينز السيرش فاليو او البي دوت تايتل كونتين السيرش فاليو او البي دوت سبيشاليزيشن بس كونتينز السيرش فاليو. سلكت لي مين؟ ممكن لو انا عايز سلكت حاجات معينه ممكن اقول بي دوت مش عارف التايتل او الايس بي ان كوما والبي دوت اللي مش عارف ايه والى اخره او اعمل نيو. ما تعملش كده يعني اللي انت بتعمله ده نيو كده قوم جاي هنا قايل له بي دوت ايس بي ان وبي دوت دوت البرايس وبي دوت وكده حددت ايه حقول معينه. او اشيل الكلام ده كله وهقول له ايه سيلكت لي البي يعني كل الريتيرند ايه الريتيرند فاليو كلها ماشي. ماشي هذه الجمله هتجيب البيانات وترميها جوه مين؟ جوه البوكس. وبعد كده بعت انا البوكس لمين؟ للاندكس صح؟ كومبايل الكلام ده تعالى ايه كان فين هو الراجل ده الادمن في الاندكس عايز كلمة data search قال لي في عندك مشكلة value cannot be null
فاينل ما اتبعتتش ولا ايه؟ مش اسمها سيرش فاليو؟ ها؟ تقريبا لا. مبدئيا نقول له في الادمن راح فين؟ دي مبدئيا نقول له الشغل ده كله اف من السيرش فاليو لا تساوي ايه؟ لا تساوي نل. هتعمل السيرش بتاعك الجميل العادي صح؟ إلس احنا محتاجين نعرف ده بره جنرال صح؟ إلس يبقى هتعمل كلام قريب من الكلام ده بس بقى من غير ايه؟ من غير بحث. هتعمل لي سيلكت من البوكر بذاتري، مش فيش وير خالص، مفيش ايه؟ مفيش ويرنج صح ولا ايه؟ هيجيب لي كله دي في حالة ان ايه؟ في حالة ان السيرش فاليو جاية فاضي، جاية ايه؟ جاية فاضي. طبعا ده بس مش حل، لكن هو تحسين لشكل بس الايرور اللي بيطلع ده عشان ما يطلعش ايرور كده، طالما هو جاي كده لسه في عنده مشكله. لكن احنا مشكلتنا ان ده ما بعتش الداتا صح. طبعا لما بكتب داتا الوقت كده المفروض ان هو يجيب ما يرد، لو طلع ايرور ما يردش عليا. ليه دخل هنا؟ لا تساوي نل. اه ما عملش، مع ان عملنا بيلد. اقول له ما عملناش بيلد، كلين وقع من النوت دي. ممكن يكون بسبب ان احنا بننقل ما بين الاندكس وما بين السيرش، هما الاثنين اصلا صفحه واحده صح ولا لا؟ هما الاثنين بالنسبه لنا صفحه واحده، فاحنا ممكن فعلا ندمج الاثنين ميثود في صفحه واحده. ايه ده؟ صغيرنا احنا ده؟ هو ليه معلق؟ معلق صح؟ طب انا ممكن بعد اذنكم اخد الكود ده، لان هو الكود ده لو طلعنا فوق في الاندكس هو بالذات الدوب بوكس، ما هي اللي فروم بي اللي هي الريبوزيتوري دوت بوكس سيلكت الكل، هي صح؟ وهبعت كده كده البوكس في الاخر، خليناها اندكس بس، واجي خلاص كده خليناها ايه؟ اندكس. وهنحط هنا السيرش ايه؟ سترنج هنا للسيرش فاليو. وانا كده بختبرها، لو كانت جالي نل هيعمل ايه؟ لا تساوي نل هيعمل دوت إلس، يبقى هيعمل كده وهيحط لي هيبعت لي على الاندكس. ده اصلا اندكس واحنا مضطرين، طالما كده يبقى انا اروح في الاندكس اللي هي اندكس اصلا في العرض بتاعها اللي هي الاندكس بتاعت الادمن. السيرش فين؟ حد معايا؟ اهي ساعتها اقول له ايه؟ ادمن على الاندكس زي ما انت، ادمن على الاندكس زي ايه؟ ولا ايه؟ على الاندكس زي ما انت، مش عايزين نغير مكاننا ولا اي حاجه. وتعالى نعمل سيرش ادمن سوري انت رخم، ارجع باك بس انتر، اعمل ريفريش. برضو السيرش فاليو مش جاي. طب ما هي مش جايه، هو ليه دخل هنا اصلا؟ فاهمني ولا مش فاهمني؟ المفروض خلاص ما جاتش يا اخي.
هنقول لا تساوي، مش نال يا عم، فاضي. حلو كده، ممكن يكون دي من الوزن. نرجع كده، value cannot be null. ايه ده، parameter name اسمه value؟ يبقى احنا عملنا ايه بقى؟ عشان بس نلخص الفورم والله ده اللي كنا عاملينه، انا ما عملناش حاجه والله. انا هشوف ايه؟ contains، صح، غيرنا contains، غيرنا contains. الاكشن اندكس، عشان بس ارجع لكم على الحته اللي انتوا عشان لما تبصوا في الفيديو ما تبقوش تايهين ورايا في الخطوات. كلاس باك منه الفورم اكشن اندكس والميثود بوست. الانبوت اتاكدنا ان الاي دي سيرش فاليو، والنيم برضو سيرش ايه؟ فاليو، والزرار بتاع السبميت العادي. ورحنا عند الادمن كنترول، عملنا الاندكس العاديه، ممكن نختصرها اهي، الاصليه اللي هي كانت ريبوزيتوري دوت ايه؟ دوت بوكس، الاصليه العاديه يحذف البوكس على طول. ودي كان فيها كويري يبعت لي السيرش فاليو، فبقول له اف ان الديسكريبشن كونتينز ما اشتغلتش معانا، صح؟ هي كانت عامله لنا قلق واحنا كنا بنفكر في حاجه ثانيه. دوت اندكس اوف، اندكس اوف بيجيب لك رقم الاندكس اللي فيه الكلمه دي، طول ما هي اكبر من الصفر يبقى لا، في البوزيشن رقم 5، بوزيشن رقم 6، بوزيشن رقم 7 يبقى لا، خلاص. او ان التايتل اندكس اوف يكون اكبر من الصفر، او ان التخصص دوت اندكس اوف السيرش فاليو اللي انت بتدور عليها يكون اكبر من ايه؟ من الصفر. يبقى من الاخر دورت الاندكس ده يا شباب، عندي عند 10 حروف، كلمه احمد مثلا، اي واتش واي وام ودي، خمس حروف، خلاص. احمد لو انا بدورت له على اي دي، على اي دي وقلت له اندكس اوف، يبقى اي اتش ما ينفعش، خلاص، ام ما ينفعش، اي ودي في الاخر اهم، صح؟ يبقى يقول لك ايه، 0 1 2 وثالث حرف هو مين؟ الاي دي، فيقول لك 3، يبقى معناها لقاها في الخانه 3، او لقاها في الخانه 5، او لقاها في الخانه 10، او لقاها في الخانه 20، يبقى لازم يكون اكبر من 0. اما لو دور 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 ما لقاش، بيديك سالب 1، طلعت 2 مش ايه؟ مش موجوده، يبقى ساعتها مش اكبر من الصفر، مش موجوده، مش موجوده، مش موجوده، مش هيجيب حاجه. لكن لو اي واحده من دول جابت اكبر من الصفر يبقى لها يا اما هنا يا اما هنا يا اما هنا. ففي الحاله دي هيبدا المفروض عرض ان هو ايه؟ يعرضها لنا على نفس الاندكس والاتش تي تي بي بوست. لو جينا عملنا كده وعملنا بيلد وجربنا الاندكس بتاعتنا بيون براوزر، قلت له ابحث عن داتا سيرش، لا مش قادر يقرا اكتر من واحده، احنا جربناها على واحده بس كانت شغاله، صح؟ ايه؟ يا راجل يا راجل، اور ما تجيش في السي شارب اصلا خالص، ما تجيش ولا كوما، ماشي ما علينا، هنشوف ليه الاور ما اشتغلتش، احاول انا ابص عليها بس نكومنت الباقي ده، واخلي الوير اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي بتبحث بس في الديسكريبشن، بتبحث بس في الايه؟ في الديسكريبشن دي. لو كان الديسكريبشن فيه الكلمه اللي انا ببحث عنها يبقى خلاص هيعرض، نجرب بس في الديسكريبشن بس على اساس ان احنا يعني نشوف حكايه الاور ليه مش شغال، عشان بس الوقت بتاعنا. ادوس على الادمن اندكس، قلنا داتا سيرش واي بقى اللي زعلوا،
ايه اللي مزعله هنا في النال في السيرش فاليو؟ ليه ماله السيرش فاليو؟ رجع تاني السيرش فاليو يعلق معاه؟ طب يمكن المكتوبة بصيغة مختلفة عن السيرش فاليو. مكتوبة ايه؟ كان في لسه مجربينها من شوية كده؟ مجربينها تايتل مش مجربينها سيرش. مجربينها ايه؟ لأن ممكن يكون تايتل في نال ولا حاجة هو بيبحث عنه فعامل له مشكلة. لا كانوا مجربينها على الديسكريبشن. شور؟ هل ممكن يكون في ديسكريبشن نال فهو عمل معاه أزمة يعني مثلا؟ مثلا ده يبقى رخم قوي عشان اندكس اوف لما بيجي بيبحث فعلا في النل ما بيعرفش يجيب اندكس اوف. ممكن ممكن ده يبقى لففنا لفه يعني. لا عشان ما فيش تايتل عندنا نل. لكن هنشوف تعال نشوف بس ما نقعدش نتكلم كده كتير وداخل تطلع برضه مش هي. يبقى كده الواحد يجي يقول لي الله طب كده الاورت ممكن تكون شغاله. يبقى كده ممكن الاورت تطلع شغاله بس المشكله في الديسكريبشن صح ولا لا؟ يعني انا معلش نجرب دي معلش انا بتضايق جدا من الموضوع ده. بحب اقفش ليه؟ عارف لما تقفش المشكله ليه؟ احسن مما تعملها يعني. لان اهم يعني حل المشكله. يا نهار ابيض سو سوري سو سوري يا عم عشان الاور يا عم خلاص. بقول لما تقفش المشكله احسن مما تحلها. لانك ممكن تحل المشكله كده ما تعرفش تحل بسبب ايه. يبقى مفيش مشكله ان شاء الله يبقى كده تحلها لان إيه؟ لان انت خلاص وصلت لاكتر من نصها في الحل يعني انك تعرف المشكله نفسها يعني. كده قلت اول تخصص صح؟ اول تخصص فانا قلت له داتا سيرش قال لي بيج داتا. قلت له مش عارف هو كان هو داتا بيز ما جابهاش ليه؟ عشان كابيتال سمول يعني ما جابهاش. قلت له طب التخصص يكون في كلمه ساينس. هو المهم ان هي اشتغلت خد بالك يعني الاور اشتغل. شوف ساينس جاب لي كله صح؟ سيستمز. يبقى المشكله كلها جت في ان الديسكريبشن فيه نل. يا اخي حرام عليك. يعني الديسكريبشن هو اللي فيه نل هو اللي عامل اللف الدوران والاور لا اللي بايظه ده اللي مش عارف الكونتينز اللي بايظه ده اللي عشان الديسكريبشن فيه نل. طبعا ده لازم نعمل له حل. لازم نعمل له نشوف له صرفايه برضه افترضنا الداتا بيس فيها المشكله المشكله. لكن كده المهم ان بالنسبه لنا الايه ان السيرش حاليا كده اشتغل ما فيهوش مشكله رغم ان هو مش عاجبنا قوي بس شغال يعني. فرعها فان الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعه رب العباد فرب العباد سريع النقم. مش عارف فاهم انفورميشن؟ في حاجه اسمها انفورميشن؟ مش عارف سيستم. ايوه صح عشان في انفورميشن سيستم بتساوي صفر ان اول حرف مع اول حرف تطابق فاحنا عاملين اكبر من الصفر مش عاملين اكبر من او يساوي الصفر لان وارد يساوي صفر يبقى من اول كلمه تطابقت مع اول مع اول كلمه فانفورميشن هو انا لو ما لقاش يجيب ماينس واحد لكن ممكن يلاقي في اول خانه بتبقى جايبه النتيجه بتاعتك ايه؟ تبقى جايبه صفر اللي هو تطبق مع اول كلمه في الموضوع. لما نيجي ندور كده على انفورميشن هيجيب الاثنين بتوع انفورميشن اللي جاب اللي هي اللي جاب صفر.